النهارده في تدريب النادي الاهلي مؤازره اللعيبه، وكونه ان هو يحضر اكيد بيدي دفع كبير جدا جدا لكل الاهلاويه. حتى الجماهير كمان بتشوف مانويل جوزيه بتفرح، بتشوف الاهلي بتفرح، حتى هو وفادي دجله نموذج مشرف كمان، ودي قدام حضراتكم صور للنجم الكبير مانويل جوزيه معاه كابتن سيد عبد الحفيظ واسطوره الاهلي الحيه كابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لحضراتكم مباراه مهمه جدا، ودايما بقول لحضراتكم ما تقلقوش عن النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيبقى عند حسن ظننا كلنا، ودايما النادي الاهلي بيكسب الرهان في الاخر بفضل ربنا، بفضل الشغل اللي بتعمله، وبفضل كل حاجه اللي انت ماشي عليها بشكلك، بمبادئك، بشكلك العام. في الاخر لازم تجني ثمار اللي انت بتعمله، والحمد لله الاهلي دايما بيجني الثمار اللي هو بيعمله حتى لو اتاخرت شويه. مش عايزين بقى نتكلم عن المباراه اللي فاتت، خلينا نركز في المباراه اللي جايه ان شاء الله السبت باذن الله الساعه 6 في برج العرب، موعدنا مع انتصار النادي الاهلي باذن الله. 15000 متفرج هيكونوا موجودين في استاد برج العرب ان شاء الله، 15000 كانهم مليين الاستاد وزياده كمان. دي كانت لقطات لمانويل جوزيه النهارده في تدريب الاهلي الصباحي، محبوب ومعشوق من كل الناس، دول حبايبنا طبعا، عم عطية وكله بصراحة النهاردة كان في استقبال مانويل جوزيه. صلاح طبعا وراه، يعني مش شايف كل الناس لكن كله بيعشق هذا الرجل الجميل بصراحة. أيضا في إطار استعداد النادي الأهلي، سعد سمير بيخوض تدريبات بدنية عالية إن شاء الله يكون متواجد في المباراة. سعد برضو كان حصل له مش إصابة يعني شوية إجهاد، إن شاء الله يكون متواجد في المباراة بإذن الله. لاسارتي بيعقد مؤتمر صحفي عصر الجمعة للحديث عن مباراة شبيبة الثورة. مؤتمر صحفي لاسارتي هيتكلم فيه عن شكل النادي الأهلي في هذه المباراة، طبعا مش هيشرح كل حاجة تفصيليا لكن بيتكلم فيها بشكل عام عن أهمية المباراة، أهميتها النادي الأهلي، أهميتها لجمهور النادي الأهلي. إن شاء الله تكون بطولة بإذن الله، بإذن الله بنأمل إنها تكون في الجزيرة بإذن الله. هيكون بعد المؤتمر في مران للفريق، هيكون أول 15 دقيقة بتواجد إعلامي، وبعد كده شكرا جدا لكل الناس الموجودة إعلاميا عشان يبقى التدريب محاط بالسرية. بيبقى فيه جمل تكتيكية، بيبقى فيه تعليمات هتنفذ في المباراة أكيد مش هتبقى على المشاع. ايضا مؤتمر صحفي المدير الفني لبطل الجزائر في 5:30 مساء الجمعه، يتكلم فيه ايضا عن استعدادات الفريق الجزائري لهذا اللقاء المرتقب ايضا من الجماهير الجزائريه، مباراه في غايه الاهميه ايضا ليهم. عارفين المدير الفني كريم الزاوي حقق انتصارات بعد توليه المسؤوليه الفنيه، كانت بعد ماتش الاهلي اللي الاهلي تعادل فيه هناك ايجابيا في الجزائر، اتولى المسؤوليه وحقق نجاحات بصراحه. يعني كنت بتكلم مع محمد سعيد قال لي ان هو تولى المسؤوليه بعد الاهلي على طول، فيتا الكونغولي تعادل معاه 2-2 هناك، ثم فيتا في الجزائر كسب شيبات الثوره 1-0 وسيمبا التنزاني 2-0. بس ان شاء الله امام الاهلي الموضوع مختلف شكلا وموضوعا. هيكون في تدريب ايضا بعد المؤتمر الصحفي لفريق شيبات الثوره 15 دقيقه ايضا تواجد اعلامي، وبعد كده شكرا ايضا للساده الاعلاميين. الكابتن محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي بيبحث مع مديري امن النادي الاهلي الترتيبات الخاصه بمباراه الاهلي وشبيبه الثوره. عارفين النادي الاهلي بينظم المباريات دلوقتي وتنظيم ولا اروع. عارفين كمان النادي الاهلي كان فيه محدد 5000، لكن النادي الاهلي نادى المسؤولين بضروره التواجد الجماهيري، والحمد لله قدرنا ان هم يبقوا 15000 متفرج. نفسنا يبقى كل الجماهير الاهلاويه موجوده، لكن ان شاء الله تدريجيا تبقى موجوده. لكن مجهود كبير بذله كابتن محمود الخطيب والكابتن محمد مرجان علشان نعلى شويه بالتواجد الجماهيري، والحمد لله بقوا 15000 متفرج. في تنسيق وفي اتصالات مستمرة مع قيادات وزارة الداخلية ومدير أمن الإسكندرية لتوفير الأجواء المناسبة والتيسير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي في حضور هذه المباراة، إلى جانب المهام التي سيقوم بها أفراد الأمن الإداري بالنادي وشركة الأمن الخاصة التي يتم الاستعانة بها في تنظيم المباراة خلال الفترة الماضية.
زي ما قلت لحضراتكم بيبقى تنظيم في غايه النجاح. كمان اتكلموا في ضروره الاتفاق على التعاون الكبير مع الجماهير لتسهيل مهمتها في تشجيع الفريق اللي اتكلمنا فيه قبل كده، مع التوجيهات المستمره بضروره الالتزام بالتعليمات الامنيه والسلوك الرياضي في تشجيع الفريق، كلام للجماهير واحنا جماهير